احنا موجودين اليوم بمعرض ايكرز حتى نعرض احدث منتجات مجموعه الف ونطرح تاور جديد نما 3، وهذه فرصه حتى نتعرف كمان على المطورين الاخرين ونتعرف على منتجاتهم ونتواصل مع المستثمرين. حقيقه بفضل البيئه الاستثماريه الجذابه للمستثمرين من داخل الدولة من خارجها، احنا متوقعين استمرارية بالنمو العقاري لسنة 24، وشهدنا نمو كبير بالطلب على العقارات بإمارة الشارقة من خارج الدولة بالسنة الماضية، ونتوقع استمرارية هذا الطلب.